شهرين دابا وانا كندخل للسيت ديال تيليس ما خليتش الوحده اللي 12 النيل قالوا لي خصك قال لك يفوغيتي لي رونديفو واش تبقى انت سهران الليل كامل ممكن. المشكل هو انك كتكونيكتا في لو سيت ديالهم اون فوا كيطلقوا لي رونديفو تيديروا لك دي كابتشا دوك الكابتشا خصك تعاود ثاني انوفو تدخل الكونت فاش كتدخل لي تيقول لك المود باس ما كاينش اوبلي لا تيقول لك المود باس ما كاينش انا اللي سمعت اخويا قالوا لي كيتباعوا في المارشي نوار نخرجوا ليها بالعربيه تاع عربت قال لك تبيعوهم في المارشي نوار هاد الناس هادو الله اعلم انا باغي الفيزا باغي ندفع الفيزا ما لقيت حتى رونديفو ما كاينش مواعيد ما كاينينش دابا شهرين هادي انا كندخل للسيت ما كاينش لي رونديفو انا ساكن ليه انا باغي ندفع لشي ناس اخرين انا كنعرف الناس 6 شهور هادي هما تيدفعوا ما لقاش رونديفو تيدخل للسيت ما كاينش عندهم رونديفو فاش غنديروا نصبروا مع الناس هادو تنجبدوا صيفط انا مايل للقنصليه سيمو هادي ما جاوبوناش ما كاينش الجواب الكونسول ما باش يستقبلنا عيطوا لي وما جابوني لا في التليفون لا في حتى حاجه فجيت دابا قلت لهم دير ما عيطوا لي ما حتى حاجه ما بغاش يديروا معايا حل الناس هذو ودابا انا خويا تنسيفيهم باش نهضر مع شي واحد في ريسبونسابل يدير معايا حل ما كاينش نسينا خويا دابا راه شهرين دابا باش كنسين شهرين هادي باش كنسينا خويا ما تغندوا معايا تسنيت 5 شهور تقريبا شي 5 شهور اللي تسنيت وملي خرجت لي في شهر هذا الشيء اللي كاين ما عرفتش اخويا المشكل ما عرفتش المهم انا اللي تسنيت 5 شهور ملي سولت الناس قال لك نفس الحاله كلهم اللي كنسول لك يقول لي 5 شهور ما عرفتش شنو هو السبب والله ما نكذبش عليك زواج لا طاليان طاليان رونديفو بحال قلتي شهر خاطر رونديفو في الاول ديال شهر 3 الاول ديال شهر 4 لا لي في شهر خرجت ليا وهنا 5 شهور